هذه أسرع صورة تمكننا من تجهيزها لحضراتكم. أنا سألت أسئلة تفصيلية جدا لفريق العاشرة مساء اللي كان هناك، سألتهم كان رد فعل المتهمين إيه أو المحكوم عليهم إيه، قالوا لي لم يطرف لهم جفن. الصيحات دي كلها كانت صيحات تهليل من المحامين اللي جم واللي كانوا كلهم حريصين يبقى معاهم أجهزة موبايل للتصوير. الحاجة التانية وزي ما شفتوا في بداية التقرير انه دايما احنا بنشوف في المحاكم ان المتهم بيتاخد، كل متهم ممكن يكون متكلبش مع عسكري، كان بيبقى فيه عسكريين، اتنين عساكر معاهم الكلبشات كنوع تأميني اكثر لهؤلاء المتهمين. يذكر ان منطقة كفر الشيخ كانت تعيش حالة ليس فقط من الرعب ولكن من الاستياء بعد تلك الحادثة. كان لنا نصيب وحظ واجتهاد في أن نسأل رئيس المحكمة المستشار مختار شربي، لأنه العقوبة اللي اتطبقت دي هي عقوبة قصوى، لنسأل حضرة القاضي المحترم عن بعض من حيثياته. الحالة دي أجي في الآخر أقول أخذهم بالخصم من الرأفة إزاي؟ يا ست متاخدة من بيتها من سريرها في بيت جوزها ومتجوزة ولسه مخلفة بقالها شهرين ومع عيل رضيع والدة قيصري وبطنها مفتوحة، وتتاخد من بيتها بالأسلحة النارية وضرب النار في السلم وإرهاب الناس كلها، ثلاثة يشيلوها من باب الشقة تنزل على مدخل عمارة تلاقي فيه اتنين تانيين معهم الأسلحة والسيوف ويشيلوها أوتوماتيك وروح على الغيط، تروح تلاقي بقية الفريق موجود. طبعا هي على حسب تصوير الورق واللي في الورق واللي احنا اقتنعنا به ان هي عملت معهم كافة الحيل علشان تنجو بنفسها، تبوس رجليهم تبوس ايديهم تتوسل تعيط تعمل، والكلام ده كان في شهر يوم 6 شهر 1 2006 من الساعة 2 للساعة 5 اللي هي فترة التلج في شهر طوبة، اللي الرجل لما بعد يقول الصلاة خير من النوم، المؤمن أول لما يقوم يصلي والبقى كله أدخل، واحد ما بقدرش يطلع ايده من جيبه، كله مارس كله باشر الأعمال الجنسية بالتناوب لحد ما خلصوا خالص. وبعد ما خلصوا استنفذوا بقى الطاقة بتاعتهم، اتصلوا بحبيب لهم صديق لهم تعالى خد نصيبك من الدبيحة دي. طبعا الرجل مهاود ومطيع وجيه جيه يريك التاكسي وجيه، لأنه للأسف معاه مؤهل عالي هم كلهم عمال. جه شافها، طبعا شافها بالمنظر الرص ده، هو متمرمطة في الطين في الوحلة في البرد وعشر تنفار تناوبوا عليها، هيكون لسه باقي منها ايه، ما شجعش يعني، فبص فيها عرف انت مرات فلان، طب يلا نمشي. مشوا مع بعض. بعد ما مشوا العيال فكروا بقى ان ده خدها لمصلحته بقى يستأثر بها لنفسه، جروا وراه بضرب النار. الضابط اللي موجود اللي كان نبطشي ولف بظروفها كده ورديه ومع مخبرين القوات اللي بيبقى يعني على راس القوه بتاعته، سمعوا ضرب النار جه على العيال دي، تبادلوا اطلاق النار على بعض، العيال طفشت. اللي موجود مين بقى؟ اللي هو نادر اللي هو الشاهد ده، النيابه اعتبرته شاهد لانه ده الشاهد الاساسي يعني. وليحيى القضاء القوي الذي يدرك أن الحكم على الأفراد لا يقتصر عليهم فقط، ولكنها أحكام تؤثر في المجتمع كله، ليست اقتصاصا لفرد واحد ولكن اقتصاصا لمجتمع وردع للجميع. كانت هذه قضية كفر الشيخ اللي هنحاول بكرة الحقيقة نجهزها أكثر من ذلك. إحنا كنا حريصين جدا في يوم النطق بالحكم أن يكون مشاهد العاشرة مساء على بينة من حكم في قضية كبيرة وشهيرة ولها تأثير خطير جدا على الناس أن تكون بين يديكم. بعد الفاصل هنعرض لحضراتكم صورة حصرية لحركة تمرد في جريدة الأهرام.